احترافيو الرخام بولاية سكيكدا سيستفيدون من تخفيضات مهمة في سعر المادة الأولية، وذلك بموجب اتفاقية أبرمت بين غرفة الصناعة والحرف والمؤسسة الوطنية للرخام. المزيد من التفاصيل مع محمد حمد. سيستفيد حرفيو الرخام بولاية سكيكدا من تخفيضات مهمة في سعر المادة الأولية التي يقتنونها من مصنع الرخام بعد أن أمضت غرفة الصناعة والحرف اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للرخام التي ستمنح لهم كذلك فرصة المشاركة في دورات تكوينية. بين غرفة الصناعة التقليدية والحرف والمؤسسة الوطنية للرخام تندرج في إطار التعاون والشراكة لتسهيل عملية العمل للحرفيين، وأيضا تدعيم بالمادة الأولية. وفي يعني حاجة مهمة وهي تخفيض السعر بالنسبة للحرفيين يصل إلى 10%. ويهدف القائمون من وراء كل ذلك لمساعدة الحرفيين على مواصلة نشاطهم وتطويره. الحرفي يملك الآلات والوسائل والدعم اللازم، أكيد راح يطور من نشاطه ويزيد يكبر من نشاطه، يقدر يدخل الحرفيين جدد يخدموا معاه متمايلين، وهذا أكيد راح يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق مناصب الشغل. تدعيم الحرفيين وتكوينهم من شأنه خلق مؤسسات صغيرة قوية توفر مناصب العمل والثروة وتساهم من ثم في الدخل الوطني خارج المحروقات.